كلنا بنتابع القنوات الإخبارية العربية، وتقريبا كل القنوات الإخبارية العربية بتقدم تغطية متوازنة، فبتجيب الطرفين اللي موجودين في هذا الصراع، الجانب العربي الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وبيقوم المذيعين اللي موجودين بإجراء حوارات مع الجانبين. فجأة في لبنان تم رفع مذكرة البحث والتحري بحق الإعلامية الأستاذة ليال الاختيار المذيعة في قناة العربية الشقيقة، وقدموا فيها بلاغ في المحكمة أو في النيابة العسكرية في لبنان، ويتهموها إن هي استضافت شخصية إسرائيلية. طبعا كان في ردود أفعال قوية جدا لهذا الأمر جوه قناة العربية وجوه ساحة الإعلام العربي. معانا الزميلة ليال الاختيار مذيعة قناة العربية، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، شكرا يا أستاذ عمر على الاستضافة بداية، شكرا لفريق العمل أيضا. إيه اللي حصل؟ إيه الحكاية؟ الحكاية يعني غريبة لدرجة تستخف بعقول المشاهدين وبعقول الشعب اللبناني، وللأسف أنه في فئة كبيرة من اللبنانيين انفاقت وراء هذه الدعاية. الموضوع بأننا نقوم بتغطية متوازنة كما ذكرت على قناة العربية، كما تقوم كل التلفزيونات العربية والدولية منذ سنوات، يعني منذ التسعينيات وحتى اليوم، نستضيف ضيوف إسرائيليين، نستضيف ضيوف فلسطينيين، نستضيف أعداء، نستضيف حلفاء لنقل وجهتي النظر. كنت على الهواء مباشرة، كان معي متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ومن بعدها أتفاجأ بيان صدر عن إعلاميين محسوبين على حزب الله. هذا البيان تحول إلى أخبار للمحكمة العسكرية. طبعا بالبداية أخذنا الموضوع، إن كان أنا وإن كان الزملاء أو حتى القيمين على القناة، بأنه تهويل إعلامي وبأنه حملة سياسية وستمر. فجأة أبلغ من القضاء العسكري، من المحكمة العسكرية، بأنه صدر بحقي مذكرة بحث وتحري وعمم اسمي على المطار، وبالتالي أنا اليوم إذا بنزل على بيروت بيتم توقيفي لاستجوابي من بعدها. ما التهمة؟ التهمة العمالة والتواصل مع العدو. طيب أستاذة ليالي، أستاذة ليالي، أنا عشان نفهم الناس، ليه النيابة العسكرية؟ ليه دي قضية عسكرية؟ لأن المحكمة العسكرية للأسف كل القضايا التي يرفعها حزب الله يرفعها أمام المحكمة العسكرية، لأنه يحكم القبضة على المحكمة العسكرية، وبالتالي أي قضية يرفعها أمام المحكمة العسكرية يتم الأخذ فيها والملاحقة القانونية من بعدها. مع العلم أنه هكذا نوع من الأخبارات عادة تحفظ وبتروح، يعني ما لا تبقى، لأنه ليس هناك مضمون قانوني حقيقي لها، حتى ولو في مادة قانونية بلبنان. اليوم في لبنانيين، في عرب، في إعلاميين بيشتغلوا بالقنوات العربية، بالمؤسسات الدولية، يتعاملون يوميا مع العدو، حتى المسؤولين اللبنانيين يتعاملون يوميا مع العدو ويتفاوضون على الحدود مع العدو، وبالتالي فحوى القضية هو فحوى سياسي وكيدية سياسية. المستهدف الأساسي فيها هو أنا وقناة العربية. طبعا هم دائما يستهدفون المنطق السياسي وليس الحدث بحد ذاته، بينما بينتظروا الحدث لاستغلاله لضرب هذا المنطق السياسي. اليوم منطق الاعتدال الذي نسوق له بقناة العربية أو حتى بمصر أو حتى بكل الحراك العربي، يلي حضرتك بتعرفه وكل يعني مشاهدي برنامجك المحترم أيضا بيعرفوه، هذا المنطق المعتدل يزعج هذا الطرف الراديكالي الذي طالما يعني على سنين طويلة يحاول تدمير العالم العربي. للأسف دمر لبنان، والآن يحاول تدمير ما تبقى من السلطة القضائية ومن السلطة السياسية بلبنان. اليوم الدولة مرتهنة، القضاء مرتهن للأسف. يعني تخيل أنه حتى القضاة أبلغوني أنه المسار القانوني لن ينفع، اذهبي وحل الأمر والمشكلة بالسياسة. يعني شو بعمل؟ بترجعهم حتى يشيلوا مذكرة التوقيف عني أو البحث والتحري اللي أطلقوها؟ يعني بس أستاذ ليال، أنا يعني وأنا بقرأ تاريخك الإعلامي الجميل،
اكتشفت ان ليكي قبل كده سجالات مع حزب الله، يعني دي مش اول خلاف، يعني واضح. يعني قبل كده التويتة بتاعت سليماني، يعني معاكي سجالات، فهم ما ابتدوش من الصفر يعني. صحيح صحيح، هم عندهم لستة حاضرة مجهزة ينتظرون التوقيت المناسب لضرب الشخص. التهمة الوحيدة يلي بيستطيعوا انهم يلزقوها فينا هو العمالة، لأنه برأيهم هذه التهمة الأسهل بأنك تلزقها بأي شخص، بأنك تدمر صورته معنويا وشخصيا وعلى كل الصعب. وللأسف الحملة لم تكن فقط على المستوى السياسي، يعني نحن نتحدث بالسياسي معهم، هم يتحدثون بالشخصي. حملة على المستوى الشخصي، تجريح، تحريض على القتل، كان في حملة قبل هذه، يعني قبل ما تبلغ المسار القانوني، في حملة كبيرة صار لها أكثر من شهر منذ أن بدأت حرب غزة، حملة تحريض على القتل. يعني اليوم هذا الموضوع استباحة الحريات واستباحة العمل الإعلامي والعمل الصحافي غير مقبول، غير مقبول لا على مستوى لبنان ولا على المستوى الدولي. اليوم من المعروف ومن المعلوم بأنه العمل الإعلامي والصحافي هو عمل مستقل لديه حصانة على المستوى الواقعي وعلى المستوى الدولي، تماما كالعمل العسكري والدبلوماسي، كعمل الصليب الأحمر، كعمل كل الجهات الدولية. وبالتالي من هون منحى وفحوى هذه القضية هي فحوى سياسية وكيدية. أستاذ ليال، هناك قنوات إخبارية عربية أخرى فيها مذيعين ومذيعات لبنانيات أو لبنانيين قاموا بعمل لقاءات مع إسرائيل ولم يوجه لهم أي اتهام. صحيح، وهذا الأمر ليس بالجديد، يعني هذا منذ التسعينيات وحتى اليوم إذا رجعت بالأرشيف رح تلاقي مقابلات لا تعد ولا تحصى. يعني قناة الجزيرة مثلا ابتدت هذا الأمر منذ سنوات طويلة. صحيح صحيح، ولم يروا هذا الموضوع لأن هناك ازدواجية، لا بل هناك استهداف لخطنا السياسي ولمنطقنا السياسي وللقناة، القناة العربية التي دائما دائما يعني يلقبونها بالعبرية. يعني اليوم من المعلوم أنه ليس نحن من طبع مع العدو، هم تنازلوا عن 1430 كيلومتر على الحدود للعدو ومضيوا مع العدو وتفاوضوا مع شخص كان ضابط بالاستخبارات الإسرائيلية وكان يخدم بالجيش الإسرائيلي، وبالتالي الذريعة القانونية هي ذريعة باطلة باطلة باطلة. اليوم موقع العربية، تأثير على المستوى العربي والدولي، هذا التأثير يزعج السلطة والحزب تحديدا، حزب الله تحديدا يزعج هذا التأثير، وبالتالي يحاولون ضرب صورة هذه القناة وضرب صورتي طبعا لأنه يعتبروا أنه صوتي بيوصل. ليال، يعني ما هو المسار القانوني اللي هتعمليه؟ هل هتوكلي محامي؟ يعني إيه اللي هيحصل في الأيام القادمة؟ الآن محاميش المحطة وأم بي سي جروب بدأوا بالتحرك وسيتابعون الموضوع طبعا قضائيا، ولكن تخيل استاذ عمر انا اواجه تهمه اليوم هي جنايه، جنايه يعني الحكم فيها يبدا من 5 سنوات الى 10 سنوات وممكن اكثر. هل يعقل ان اواجه تهمه بجنايه وهي نفس المحكمه اطلقت سراح قاتل جندي اليونيفيل قبل ايام لانه منتمي الى حزب الله؟ يعني أين المنطق بهذا الموضوع؟ هل يعقل أن أواجه تهمة جناية بالوقت يلي من سرق الشعب ومن دمر البلد يسرحون ويمرحون في الداخل والخارج؟ من سرق كل مقدرات الناس، يعني أتحدث عن أنت تعلم ما حصل بالبنوك اللبنانية. أيوة طبعا. يعني هذا الموضوع مهزلة مهزلة لا يعني لا تصدق صراحة. أنا صدمت عندما بلغت بالموضوع لأنه غير واقعي، يعني من يذهب إلى هكذا مسار؟ أولا إما أن يكون غبي وإما أن يكون مجرم إلى حد، لأنه يعرف بأن البلطجة ليس هناك أي أحد ممكن أن يقف بوجهها بلبنان للأسف. ليال، أنا شفت موقف محترم جدا لقناة العربية والبيان الذي صدر، وهناك يعني مساندة كبيرة لموقفك. مشكورة قناة العربية، القائمين على قناة العربية، إن كان مدير القناة الأستاذ ممدوح المهاني وإن كان
يعني رئيس الام بي سي جروب الشيخ وليد ابراهيم على كل الوقفه يلي وقفوها حدي. طبعا اقدر هذا الشيء الى ابعد الحدود، واسمح لي هون ايضا انه اشكر كل الزملاء العرب والسعوديين تحديدا على وقفتهم الى جانبي. طبعا يعني وقفتهم لا تقدر بثمن بالوقت يلي ولاد بلدي يلي هن ولاد بلدي ينكلون بي ويصدرون تهم جزافا وهي غير تهم غير حقيقية. يعني أنا اليوم أتهم بشيء لم أفعله. ليال، عايز أسألك سؤال مهني بقى. أنا لغاية دلوقتي بكلمك عن نفسي، يعني أنا لغاية دلوقتي مش عارف أستضيف ضيف إسرائيلي، يعني لغاية دلوقتي هذا الأمر بيني وبينه حاجز. يعني طبعا وأنا عارف إن أنا لو يعني لو قررت أفتح هذا المجال وارد جدا ان انا ممكن اقدر استضيف. انت بتقدري تتحكمي في مشاعرك ازاي وانت بتتكلمي معاه؟ يعني قبل ما، وبعدين انت كنت مستضيفه واحد من ارذلهم واغلسهم، فيعني انا شفت المقابله وكان باين على وجهك يعني وانت بتتعاملي معاه، لكن انت بتقدري تفصلي ازاي بين مشاعرك وانت لبنانية وانت شفت بيروت وبيتم قصفها منهم وكل هذه الاشياء، وتقدري معاه تعملي معاه هذا اللقاء؟ العمل الصحافي والاعلامي، وحضرتك بتعرف هذا الموضوع يعني جيد جدا، العمل الصحافي والاعلامي بيجبرنا، لا بل يحتم علينا بان نترك مشاعرنا جانبا والتزاماتنا إن كان بقضية وطنية أو قضية قومية جانبا عندما ندخل إلى صرح المحطة وعندما ندخل إلى الاستوديو. العمل الإعلامي يتطلب منا بأن نأخذ كل وجهات النظر، إن كان جهات تصنف كعدو وإن كان جهات تصنف كجهات معادية لتفكيرنا. يعني اليوم أنا أجريت الكثير من المقابلات مع أحزاب، مع سياسيين ينتموا إلى تيارات راديكالية إسلامية تعارض كل مبادئي وكل طريقة التفكير. وبالتالي يعني ما الفرق؟ ما الفرق اليوم بين الموضوعين؟ لا فرق بين الموضوعين. العمل الصحافي الإعلامي هو عمل متجرد، هو عمل يلزمنا بأن نأخذ كل وجهات النظر لكي ننقل الحقيقة وننقل الواقع كما هو. لما أنا بدي أطلع على الهواء أحكي وجهة نظري، هذا أصبح إعلام مؤدلج، هو ليس إعلام، وهذا ليس منطق العربية على كل حال وليس أسلوب العربية. العربية دائما هي يعني العربية وأنا ملتزمين بالقضية الفلسطينية، ملتزمين بالقضايا العربية، ولكن ملتزمين من مبدأ حقوقي، من مبدأ إنساني، وليس من مبدأ شعبوي واستغلال للقضايا لمآرب سياسية إن كان إيرانية وإن كان غيرها. يعني هناك اختلاف تام بين الموضوعين، وهذا ما لا يفهمه هذا الطرف يعني من الصراع اليوم أو هذا الطرف السياسي. الأستاذة ليال الاختيار، قلبنا معاكي وإن شاء الله تكسبي قضيتك، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لك أستاذ عمر، شكرا. شكرا لك.